في مركز الكرملين للسلطة الروسية يراقب الحرس رموز الماضي المجيد. روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي، بلد تم ازدراؤه، عزله وتدميره من قبل المنتصرين في الحرب الباردة في الأيام الأخيرة من القرن العشرين. فلاديمير بوتين ضابط الكي جي بي الغامض وغير المعروف على الساحات الدولية يأتي إلى السلطة، موعد لا يمكن أن يتصوره سوى استراتيجي الكرملين. هوسه السري أن يضع روسيا مرة أخرى في قلب رقعة الشطرنج العالمية. الفعل والسيف علامة بوتين، لمفاجأة الجميع قال إنه سيضرب بقوة وبسرعة. سوريا وأوروبا الشرقية وإفريقيا مناطق الصيد، حيث تفاجئ ضربات بوتين التكتيكية والعنيفة والانتهازية الغرب المفكك. يمكن لبوتين تهنئة قواته، وها هي روسيا اليوم محترمة من جديد ويخشاها الجميع. بوتين إنسان واقعي، بوتين براغماتي، لكنني لن أقول إن بوتين منظر، بل إنه على الرغم من كل شيء فهو لاعب، لاعب استراتيجي ويقوم بالمراهنات. خلال كل هذا الوقت عندما كان على رأس البلاد وفي مناصب مختلفة، كان عليه أن يتعامل مع 5 رؤساء للولايات المتحدة. كان هناك 5 منهم وبوتين وحده، نجا بوتين منهم جميعا، فهو في أوروبا السياسي الذي يتمتع بالخبرة الأكبر، الذي يعرف كل شيء ولا يؤمن بكلماتهم المنمقة عن القيم الديمقراطية. ورقته الرابحة أن لديه الوقت لنفسه، بما أنه في النهاية غادر للتغلب على سجل ستالين الطويل. السياسة الخارجية هي هيكله الخارجي، سببه للعيش، إنه يكرس نفسه بالكامل للسياسة الخارجية. فلاديمير بوتين جعل السياسة الخارجية سلاحه الفتاك، إنها أداة للتماسك الوطني وتجدد للفخر. يعمل العقيد السوفيتي السابق منذ 20 عاماً لإعادة بناء روسيا العظمى. إنه طموح وليد من رماد إمبراطورية منهارة. عندما تفكر في بوتين وأفكاره العميقة، يجب ألا تنسى أبداً بياناً مهماً جداً، إذ قال: من لا يندم على الاتحاد السوفيتي ليس لديه قلب، لكن أي شخص يريد إعادة تشكيله ليس له عقل. وأعتقد أن هذا صحيح تماماً. كان لينين وعد بمستقبل مشرق للاتحاد السوفيتي، لكن في ضريح الساحة الحمراء يراقب ستالين والأصنام الساقطة مقبرة من الأوهام المفقودة. الهزيمة مريرة. كانت البلاد مستعمرة بالكامل من قبل الأمريكيين. الأصدقاء الأمريكيون كانوا حاضرين في كل مكان، في الوزارات، في البنوك، حتى في وزارة الخارجية. تلقيت ملاحظات من سفارة الولايات المتحدة تخبرني بما يجب أن أقوله وأفعله حول هذا الموضوع أو ذاك، شيء لا يصدق. في فترة ما قبل بضع سنوات أظهر الغربيون التباهي والغطرسة والانتصار، اعتقدوا حقا أنه بعد نهاية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية أصبحت روسيا قوة ثانوية وغير محسوبة، وهو ما لم يكن علينا أن نقلق بشأنه، والذي كان سيصبح بلدا عاديا إلى حد ما اختفى من ميدان السياسة العظيمة الحقيقية. استسلم الاتحاد السوفيتي وسلم أسلحته. الغرب يملي شروط. في الكرملين وفي وزارة الخارجية يختلط عار الهزيمة بشعور الإذلال. خلال إعادة توحيد ألمانيا تم تقديم وعود على أعلى مستوى بأن حلف شمال الأطلسي لن يقترب من حدود روسيا. وعلى الرغم من التزام غورباتشوف واصل حلف شمال الأطلسي تقدمه نحو الشرق، التحق البولنديون، المجريون، التشيك، الرومان والبلغار، ثم دول البلطيق بالكتلة الغربية. إنه تطويق حقيقي، إنها خيانة. بالنسبة إلى بوتين فإن هذا يشكل خرقا حقيقيا للعقد، وهو ما لم يستطع تقبله حتى الآن.
فبراير 2007، ضربة تحذيرية أولى. كان بوتين الذي سعى إلى الاقتراب من المعسكر الغربي في بداية ولايته يشعر بالخداع، لذا ضرب بقبضته على الطاولة. رئيس غاضب يندد بالأحادية الأمريكية، تمت دعوته إلى ميونخ لحضور منتدى حول الأمن العالمي. ما هو العالم أحادي القطب؟ مهما حاولت تجميل هذا المصطلح، هذا لا يعني في الواقع إلا شيئاً واحداً فقط، مركز قوة واحداً، مركز قوة واحداً، مركزاً واحداً لصنع القرار. إنه عالم لسيد واحد من سيادة واحدة. أعتقد أنه من الصواب أن نضع نقطة البداية. على أي حال، هناك خطوة اتخذت في خطاب ميونخ هذا، إذ يعبر فلاديمير بوتين للمرة الأولى بطريقة هجومية وصريحة ومباشرة عن استيائه من السلوك الغربي. نلاحظ احتقاراً متزايداً للمبادئ الأساسية من القانون الدولي، إضافة إلى بعض المعايير، أو تقريباً إلى النظام القانوني للدولة بأكمله، وفي المقام الأول وخصوصاً الولايات المتحدة. لقد تجاوزوا الحدود في جميع المجالات، في الاقتصاد، في السياسة، وفي المساعدات الإنسانية، فرضوا أنفسهم مع دول أخرى. من يستطيع تحمل هذا؟ 2007، عودة روسيا إلى العمل على قدم وساق في الشؤون العالمية كقوة غير منحازة ومستقلة. كان استقبال هذا الخطاب في الغرب سلبياً للغاية، وعندما أقول في الغرب أخص بالذكر الولايات المتحدة. اعتبر خطاب بوتين في ميونخ في العام 2007 بمثابة بيان مفاجئ. من جانب موسكو كان الأمر أشبه بالإعلان عن حرب باردة جديدة. لقيادة هذه الحرب الباردة الجديدة، فلاديمير بوتين التكتيكي اختار سيرغي لافروف كاستراتيجي له، رئيساً ووزيراً لخارجيته، واحد يعارك ويظهر أمام الكاميرات والآخر على طاولة المفاوضات، نسر ذو رأسين مع خارطة طريق وحيدة، استعادة روسيا مكانتها كقوة عالمية. ابتداءً من العام 2008 سيجد فلاديمير بوتين الفرصة لإثبات تصميمه. متجاهلاً التحذير الصادر في ميونخ، يواصل حلف شمال الأطلسي سباقه إلى حدود روسيا. هناك خط أحمر على وشك أن يتم تجاوزه، بيد أن عقيدة الكرملين لا لبس فيها، لا تقترب من الأجنبي المقرب. تستند مفارقة تقييم السياسة الخارجية الروسية إلى جنون العظمة، لأنه في ذلك الوقت بدأ حلف شمال الأطلسي مناقشات لدعوة جورجيا وأوكرانيا إلى تنظيمه. بالنسبة إلى بوتين، يعتبر هجوم حلف شمال الأطلسي على جورجيا وأوكرانيا استفزازاً أمريكياً على أعتابه. وفي جورجيا، في منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الناطقتين بالروسية، تستأنف الصراعات الكامنة المعروفة باسم المجمدة في الوقت المناسب جداً. هناك فخ نصبته موسكو لجورجيا وحلفائها الأمريكيين. تحمل الأزمة الجورجية للعام 2008 والأزمة الأوكرانية للعام 2014 التوقيع نفسه. إنهم نفس الأشخاص الذين سحبوا الخيوط، أصدقاؤنا منذ فترة طويلة. إنها الولايات المتحدة. جلبت ثورة الورود في جورجيا إلى السلطة الشاب والمؤيد للغرب ميخائيل ساكاشفيلي، وفي القصر الرئاسي وأمام أعين جورج بوش الحريصة، قرر الرئيس الجورجي استعادة النظام في مقاطعاته التي اغتصبتها موسكو. وهكذا أصبح ساكاشفيلي في جورجيا مقتنعاً بأن الأمريكيين سيدعمونه بشكل كامل، لأنه قيل له: لا تقلق، نحن فعلاً وراءكم والرئيس بوش يدعمكم. اعتقد الجيش الجورجي أن النصر سهل، لكن في 7 أغسطس 2008 دخلت الدبابات الروسية إلى جورجيا. إنه فخ وتم إحكامه. وبعد حرب خاطفة، اعترفت موسكو باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. تم توّاً بتر 20% من أراضي جورجيا، وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها الدب الروسي من عرينه
منذ اختفاء الاتحاد السوفيتي. في روسيا يعتبر الدب مثل سيد التايغا، وأنا أعلم بأنه سيرحل إلى مناطق مناخية أخرى، لكنه لن يشعر بالراحة أبداً ولن يتخلى أبداً عن تايغا، هذا واضح. إنها رسالة مزدوجة موجهة من بوتين عام 2008 إلى جيرانه، ولا سيما إلى جيرانه الذين يغريهم التحالف أو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. الرسالة الأولى تقول: كما ترون، عندما يتعلق الأمر بمصالحنا الحيوية محلياً، يمكننا القيام بعمليات عسكرية للدفاع عنها. الرسالة الثانية، وهي الأهم: نحن نفعل ذلك وحلفاؤكم المفترضون. أولئك الذين ستأتمنونهم على أمنكم لا يتدخلون. يمكننا أن نعتبر ضربة بوتين، وهي هذه الحرب في جورجيا، نجاحاً عسكرياً وسياسياً على حد سواء. المعركة التالية في كييف أوكرانيا، حيث واجهت موسكو الغرب، وتستعد البلاد مدفوعة بالثورات الملونة في نهاية العام 2013 لتوقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لكن بوتين يرفض خسارة هذه الأمة الشقيقة. القصة حميمية جداً، لذا يهدد. رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين. شركاؤنا الغربيون بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يفضلون أن يكونوا موجهين في سياستهم ليس من القانون الدولي لكن بموجب قانون الأقوى، وفي حالة أوكرانيا شركاؤنا الغربيون تجاوزوا الحدود، إنهم غير مسؤولين وغير مهنيين. إذن نعود دائما إلى القلق نفسه الذي أصبح اليوم أقوى لدرجة أن روسيا نفسها لا تعرف إن كانت على حق أو على خطأ، وأن النظام الروسي يشعر بأنه عرضة لتهديد محتمل بمحاولة الانقلاب ليحل محل النظام، أي التهديد الخارجي، التهديد بالتخريب، والتهديد بتغيير النظام، وهذه أمور تشكل مصدر قلق كبيراً للرئيس الروسي الحالي. تحت ضغط من موسكو يرفض يانوكوفيتش الرئيس الأوكراني الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فهو يثير غضب جزء من سكانه الذين لم يعودوا يريدون الاعتماد على النفوذ الروسي. في فبراير شباط من العام 2014 أشعلت ثورة ميدان كييف وقتلت 100 شخص، تم طرد الرجال الذين يميلون لموسكو، وكان هذا هو الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه بالنسبة إلى بوتين، وهو الخط الذي رسمه بالفعل أثناء الحرب بين روسيا وجورجيا في عام 2008، ومع ذلك لم يتم سماع هذه الرسالة. منذ القياصرة كان ميناء سيفاستوبول جنوب أوكرانيا في شبه جزيرة القرم المنفذ الوحيد لروسيا إلى البحار الجنوبية. إنها قضية حيوية بالنسبة إلى موسكو. عبر المضائق التركية يمكن لسفنها الوصول إلى قاعدة طرطوس في شرق البحر الأبيض المتوسط والانطلاق إلى ما بعدها. هنا يفكر الروس في كابوس، أي احتمال أن تصبح هذه القاعدة في سيفاستوبول يوماً ما قاعدة لحلف شمال الأطلسي، إذا حققت أوكرانيا مشروعها المتمثلة في عضوية حلف شمال الأطلسي. سيفاستوبول في أيدي الأسطول الأمريكي، كابوس لا يمكن تصوره للكريملين، ويجب أن نعمل بسرعة لمنع هذه الكارثة الجيوستراتيجية. ويوضح بوتين أنه كان هناك 3 أو 4 منهم حول الطاولة يتخذون هذا القرار بشأن ضم شبه جزيرة القرم. هنا نحن لسنا في التخطيط، نحن فقط في منظور انتهازي. هناك شيء غير محمي بشكل جيد، يجب أن نأخذه بأسرع وقت ممكن. يقول المثل الروسي إن من يحفر حفرة سيقع فيها، وما يقدمه بوتين على أنه تحركات ماهرة وانتهازية هو القدرة على تحويل الفخاخ الغربية إلى مزايا جيوسياسية. وفي الكريملين يتم عرض القضية بذكاء، فالاستفتاء الذي ينظم في القرم يكرس بنسبة 83% ارتباط المنطقة بروسيا. تم إنقاذ سيفاستوبول.
اليوم وبناء على نتيجة الاستفتاء الذي تم في شبه جزيرة القرم وباعتمادي على إرادة الشعب، أقدم إلى الجمعية الاتحادية طلب المراجعة لقانون دستوري عند القبول في روسيا لموضوعين اتحاديين جديدين، جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول. قد تنتقل كييف بالفعل إلى المعسكر الغربي عندما تشن موسكو هجومها المزدوج. أولاً في شرق أوكرانيا تشتعل النيران في منطقة دونباس الناطقة بالروسية، وهو صراع يغذيه رجال موسكو. في الجنوب في شبه جزيرة القرم، كما لو كان من العدم، سيطر مئات الجنود من دون أي علامة مميزة على الاعتراف على سيفاستوبول. استراتيجية الفوضى، العلامة التجارية التكتيكية لبوتين. عقب أوكرانيا وأكد بالتالي أنه لا يزال سيد الأجنبي المقرب. عودة إمبراطور منتصر إلى شبه جزيرة القرم من أجل الفائز. إنها ليست خطة، لابد من أن هناك خطأ في مكان ما، ربما هناك قائد مخطئ ذهب بعيدا جدا. يجب أن تكون هناك مجموعات وأقليات مستعدة للتمرد. إنه يلاحظ ويراقب وينتظر، وأعتقد أنه في جورجيا وفي حالة أوكرانيا الأمر يشبه لحد ما ذلك في كلتا الحالتين. بوتين يغتنم الفرص. إنه حفل للقرميين ولسكان سيفاستوبول، لكنه أيضاً حفل لبلدنا العظيم، بلدنا الهائل، لأن روسيا ستظل أعظم بلد في العالم. في الأساس هو جزء من مشروعه العظيم، في تصميمه العظيم، يرى بوتين نفسه موحداً للأراضي الروسية، وهو بالتأكيد يتحرك بوعي تاريخي عالٍ، ينوي الانتقال إلى الأجيال القادمة، وينوي اعتبار نفسه بيتر الأكبر الجديد. خذوا نفساً عميقاً وأجيبوني، هل نحب روسيا؟ عيداً سعيداً للجميع. يعيش يوم إعادة التوحيد الحي للقرم وسيفاستوبول مع روسيا. كونوا سعداء. كانت شبه جزيرة القرم انتصاراً حقيقياً، وعلاوة على ذلك تم الاحتفال بها كانتصار. في موسكو مسيرات كبيرة، استعراض في الساحة الحمراء مع الأغاني وما إلى ذلك، بل إنها أدت إلى حلقة كانت تسمى الربيع الروسي، وهي عبارة عن موجة من الوطنية المنتصرة نوعاً ما. العقوبات الدولية وإهمال الأمم من أجل الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، فإن روسيا مدانة بشدة. لا أحد يتصور أن سيد الكرملين يستعد لهجوم جديد. لمكافحة الإرهاب بشكل رسمي يتم إطلاق لعبة شطرنج دموية في الصحراء السورية. الطريقة الوحيدة الفعالة لمحاربة الإرهاب العالمي في سوريا كما في الأراضي المجاورة الأخرى هو النهوض بسرعة للمحاربة والقضاء على الإرهابيين في الأراضي التي يسيطرون عليها وعدم انتظارهم للقدوم إلينا. الميليشيات والجيش السوري الحر ووحدات حماية الشعب الكردية وقوات الأسد، أصبحت الحرب في سوريا غير مقروءة. الدبلوماسية الغربية تضيع في دعمها. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يماطل. الطريق خال لصالح بوتين. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! بالنسبة إلى بوتين، فإن النظام حتى لو كان استبدادياً ويقفل على بلاده أفضل كثيراً من الفوضى أو عدم القدرة على التنبؤ أو وصول المتطرفين إلى السلطة. بدأ كل شيء في 2011. الثورات التي تجري مثل قوس النار من تونس وليبيا ومصر وحتى في سوريا تقلق موسكو.
بالنسبة إلى بوتين، نظمت واشنطن سقوط بن علي والقذافي ومبارك. إنه فراغ يفضل انتشار التطرف، يجب وقف هذه العدوى. لذا إذا وصلنا سنعود فيما بعد. روسيا ليست بعيدة. وفي مرحلة ما قال بوتين: لا، اسمعوا، علينا أن نضع حداً لتغيير النظام هذا، وإلا فإن أصدقائنا الأمريكيين سيذهبون بعيداً بعض الشيء. ولهذا السبب تدخل لإنهاء سياسة تغيير النظام هذا. لمفاجأة الجميع، في 30 سبتمبر 2015 انضمت القوات الروسية إلى الحرب إلى جانب بشار الأسد. بوتين يستفز الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. في الواقع العملية العسكرية في سوريا مفاجئة. نحن لا ننتظر روسيا هناك، ولا ننتظرها بهذه القوة وبهذا الأداء. وهذه العملية الأولى في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي، حيث تتدخل روسيا في مسرح للعمل يتجاوز الأجنبي المقرب. يضرب بوتين من الجو طوفان من الحديد والنار، ويتأثر المدنيون والمتمردون تأثراً عشوائياً. للقتال البري، موسكو تستخدم المرتزقة، ومنذ الصدمة الأفغانية يمكن أن يسيء موت الجنود الروس إلى الجمهور، لذا هذه الحرب الهجينة تسمح بالتحفظ. من المفيد للدولة أن تشن حرباً هجينة أو ترسل قوات هجينة، سواء في شرق أوكرانيا أو في سوريا. التهجين هو عندما تقوم دولة ما بوظائفها، ولكن لا أحد مسؤول عنها شخصياً. وفيما يتعلق بقاعدة حميميم في سوريا، يقول بوتين: حدود روسيا لا تتوقف في أي مكان، ولتمويل فتوحاته بكلفة أقل يستطيع سيد الكرملين الاعتماد على رجل غامض وهو يفغيني بريغوجين الملقب بطباخ بوتين. لقد أثرى نفسه من خلال تزويد مطابخ الكرملين والتي هي من الجيش الروسي، عقد عمل جعله مليارديراً. وفي موسكو، نوفايا غازيتا هي واحدة من الصحف الاستقصائية القليلة، على الرغم من الضغوط ومقتل 6 من صحفيها تحقق مع يفغيني بريغوجين. أولي غارتش، رجل أعمال، سيكون أيضاً الرئيس الغامض لمجموعة فاغنر. إنها شركة من المرتزقة لخدمة مصالح الكرملين، وأتيحت لبشار الأسد، ويدفع للمرتزقة من أموال النفط السورية. إنها شخصية غامضة جداً، ويفتخر بها، ويسعد بالقدرة على الهجوم، بينما يقول: ليس أنا، أثبت لي أنهم رجالي. إنه شكل جديد من أشكال الصدق الروسي. سنواصل فعل ما نريد، ونستمر في التهديد، ثم سنستدير ونقول: حاولوا أن تثبتوا أننا نحن. أين الدليل؟ في المحكمة؟ عما تتحدثون؟ عن أي طاهن؟ هل تمزحون؟ لنبدأ بالسؤال عن فاغنر والطاهي. أولاً، جميع طهاتي هم أعضاء في الحرس الاتحادي، إنهم جنود بدرجات مختلفة، ليس لدي طهات آخرون. إذا كانت هذه المجموعة فاغنر قد خرقت أحد القوانين، إذن على مكتب النائب العام أن يقرر الآن وبحضورهم في مكان ما في الخارج. أجل، أكرر، لم ينتهكوا القانون الروسي، لديهم الحق في العمل وفي دعم مصالحهم التجارية في جميع أنحاء العالم. تحركوا، لا يوجد شيء لرؤيته. في مجلس الدوما الذي أذن بالتدخل العسكري، يفضل البرلمانيون غض الطرف. في غضون عامين من القتال، نجح بوتين في تعزيز سلطة بشار الأسد، حليفه الذي اعتقد الأمريكيون والأوروبيون أنه أدين، وبصورة عابرة عزز التكتيكي مواقعه وميناء طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم لضمان الوجود الروسي النهائي وتأثيره على البحر الأبيض المتوسط. دبلوماسية المطرقة مقرونة بتفاهم مع الجهات الإقليمية الفاعلة. في قاعدة حميميم الجوية برفقة بشار الأسد،
يأتي بوتين للاحتفال بالنصر وتهنئة قواته. أيها الرفاق، أهم شيء بالنسبة إلى الجندي، ونحن نعرف ذلك جيداً، هو الدفاع عن الوطن، عن شعبه. تم إنشاء قاعدتين هنا، وستعملان بشكل مستمر في طرطوس وحميميم. وإذا رفع الإرهابيون رؤوسهم مرة أخرى، سنضربهم بطريقة لم يروها من قبل. الطريقة التي يخلق بها هذه المفاجأة الاستراتيجية عند وصوله إلى سوريا تجعلنا نتحدث إليه من جديد، نبحث عنه، نتفاوض معه على مصير هذه المنطقة. أتذكر خبيراً معروفاً في روسيا قال بطريقة عنيفة: منذ أن قصفنا في سوريا أصبح الغرب يتحدث إلينا من جديد. قال بيسمارك: الدبلوماسية من دون أسلحة هي الموسيقى من دون آلات موسيقية. في أنقاض تدمر المحررة من داعش يعلن بوتين مراحل انتصاره. إنها عملية اتصالات ضخمة للمايسترو الجديد من أجل الدبلوماسية في بلاد الشام. هذا إنجاز عظيم جداً لبوتين، لأنني أتذكر جيداً أنه لم يكن للاتحاد السوفيتي من قبل هذا العدد الكبير من الأصدقاء في الشرق الأدنى والأوسط. أصبح عنصراً لا غنى عنه في أي مفاوضات وفي أي تسوية سلمية في هذه المنطقة من العالم. اكتسب بوتين احترام الشرق الأوسط، حيث كانت الولايات المتحدة هي الأكثر استيلاءً حتى الآن. الاستفزاز المبتهج في دمشق في العام 2020 بعد قدومه للاحتفال بالنصر وعيد الميلاد. وعلى الصعيد الدولي، أظهر التدخل الروسي في سوريا للعالم أجمع أن هناك قائداً في العالم يعرف كيف يتحمل المسؤولية، ولديه اقتناعاته، ولديه أصدقاؤه الذين يعرف كيف يدافع عنهم. بناء على نجاحه في سوريا، يتطلع بوتين إلى البحر الأبيض المتوسط. ليبيا هي الرمال، لكن أيضاً الكثير من النفط. إنها فرصة فريدة لإلقاء محاضرات على الغرب والأمم المتحدة المسؤولين عن الفوضى الليبية في نظر موسكو. أنت أيضاً تعرف تماماً من المسؤول عن الوضع الذي تم إنشاؤه. كانت روسيا ضد استخدام القوات المسلحة في ليبيا، كما أن قرار مجلس الأمن الدولي كان قد منع الزعيم الليبي السابق القذافي من استخدام الطيران ضد قوى المعارضة التي كانت هي الأخرى مسلحة. مع ذلك، بدأ التحالف الغربي باستخدام الطيران ضد ليبيا، وبالتالي هذا انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن. النتيجة هي بلد مزدهر سابقاً، حيث كان مستوى المعيشة فيه يقترب للوصول لبعض المعايير الأوروبية، تفكك الآن وهو في حالة من الفوضى وحرب أهلية. في 19 من مارس 2011 قصفت الطائرات الفرنسية والبريطانية والأمريكية قوات القذافي، والهدف المعلن حماية السكان المدنيين، ولا يزال الغرب يعتقد أنه يستطيع أن يقدم السلام. أردت السلام، أردت الحرية، أردت التقدم الاقتصادي. فرنسا وبريطانيا وأوروبا ستقف دائماً إلى جانب الشعب الليبي. نحن نطلب شيئاً واحداً، نحن نؤمن بليبيا الموحدة وليس بليبيا المقسمة. كان التدخل العسكري في ليبيا من أجل تحقيق الديمقراطية والازدهار، ومع اختفاء القذافي لم يترك الأمر سوى الفوضى. وبالنسبة إلى بوتين، فإن الجنات هم المذنبون الواضحون. بالنسبة إلى الروس،
فإن المسؤولية تقع فقط على الجانب الغربي، حيث كان هناك خداع وخيانة ونفاق. هذه هي الشروط التي تظهر بشكل متكرر عندما يتحدث بوتين عن الغرب، فهو دائماً يواجه الغرب بنقاط ضعفه، بتناقضاته، ويعرف جيداً كيف يستغل نقاط الضعف والتناقضات هذه للانسحاب من اللعبة. وكما هي الحال في سوريا، يواجه الأتراك والروس بعضهم في ليبيا. تدعم روسيا المتحالفة مع مصر معسكر المشير خليفة حفتر سيد الهلال النفطي وسيرينا. تدعم تركيا معسكر حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والتي كان يرأسها فايز السراج. ليبيا كعكة يود الجميع مشاركتها، مدخل على إفريقيا وسيطرة على البحر المتوسط. هناك أيضاً هذا الاختراق في البحر الأبيض المتوسط، فيما يمكن تسميته البحر الأبيض المتوسط العظيم، ليس البحر الأبيض المتوسط وأطرافه فحسب، بل البحر الأحمر أيضاً، بل البحر الأسود أيضاً، بل هو أيضاً النهج الأطلسي لجبل طارق. وهناك أيضاً تهديد روسي يتطور في هذا البحر الأبيض المتوسط العظيم. قبالة ساحل طبرق في 11 من يناير 2017، ترحب حاملة طائرات روسية أدميرال كوزنيتسوف ترحيب شرف بالمشير خليفة حفتر على متنها، الرجل القوي الذي اختاره بوتين. ربما يجب أن يكون لديك رجل قوي لإعادة إنشاء الدولة الليبية أولاً ثم إعطائها حياة، لما لا؟ نحن نبحث عن رجل قوي، وأعتقد أن حفتر، المشير حفتر، يمكن أن يلعب هذا الدور. يجب أن نجد الحل. في 7 من نوفمبر 2018 في موسكو، يتم تنظيم اجتماع بين المشير حفتر ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وتستقبل هيئة الأركان العامة الروسية حفتر تحت أنظار يفغيني بريغوجين، العراب المزعوم لشركة فاغنر للمرتزقة. صورة مزعجة اختفت منذ ذلك الحين من المحفوظات الرسمية. ما يجب فهمه هو أن فاغنر ليست شركة مثل أي شركة أخرى، لأنها ليس لها وجود قانوني على هذا النحو. فاغنر هي بالأحرى امتياز سنجد في داخله الكثير من الشركات الوهمية. لدينا حقاً مجرة من الجهات الفاعلة، مجرة من الشركات التي ترتبط كلها برجل واحد، وهو يفغيني بريغوجين الذي هو حقاً مركز هذه المجرة. بالنسبة إلى الأسلحة والدعم العسكري المتزايد، يمكن لحفتر أن يوفر النفط والوصول البحري والعقود المقبلة. مقترحات مغرية إلى بريغوجين الذي يشارك في الاجتماع لتوفير الخدمات اللوجستية ومرتزقته. ما يقرب من 2000 جندي شبح من شركة فاغنر يهبطون في ليبيا لخدمة المشير حفتر. كان خطاب الكرملين قاطعاً له، ولا توجد قوة روسية في مجال العمليات الليبية، وبوسع بوتين أن يحافظ على نظافة يديه. لا أعتقد، على الرغم من أن كل شيء ممكن، لكن لا أعتقد أن أحداً يمكنه التصرف من دون مباركة بوتين. تغطي الرمال الصحراوية أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا، وعلى الرغم من البنية التحتية المتهالكة التي تضررت جراء الحرب، إلا أن تقاسم عائدات النفط الليبي هو في صميم رغبات الراعيين التركي والروسي. في ليبيا في نهاية المطاف ليس هناك سوى بعض المكاسب يمكن تحقيقها. إذا كان أحد الطرفين في برقة بشكل مباشر أو غير مباشر لروسيا، فعلى الجانب الآخر تضع تركيا اليد على طرابلس. لا يوجد شيء للقتال بشأنه، يمكن للجميع أن يتفق في هذه المسألة، إنه تقاسم البقايا. مع رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، اللعبة كلها بيزنطية وعنيفة ومكتومة. لا أعداء ولا أصدقاء، الشريكان البراغماتيان السلطان والقيصر يتفقان على ظهر الغرب وحلفائه. لا يجد بوتين صعوبة في فهم أردوغان. أردوغان ليس شريكاً موثوقاً فيه، لكنه يعرف أيضاً أننا لسنا شركاء موثوقاً فيهم. سنلعب معاً، سيكون من المثير للاهتمام أن نلعب معاً. أعرف كيف ألعب معك. أنت أيضاً لا تحتاج إلى ورقة تغليف جميلة كالديمقراطية وحقوق الإنسان.
أنت رجل قوي وأنا أيضاً. الأجنبي المقرب والحدود الروسية الآمنة وإظهار نجاح القوة في الشرق الأوسط، وفي الكرملين ننظر إلى أبعد من ذلك نحو إفريقيا. في سوتشي في أكتوبر 2019 تستجيب قارة بأكملها لدعوة سيد الكرملين، ويستعد بوتين للقيام برحلة سفاري ضخمة إلى الأسواق الإفريقية. روسيا تقول: حسناً، أنا قادم إليك، لن أعطيك دروساً في الديمقراطية، أنا أضمن أمنك، سأفعل ذلك. سينتقدوننا، لكنني سأفعل كما فعل الفرنسيون، سأضع مستشاراً أمنياً لرئاستكم، وسنتمكن من ضمان ليس أمنكم فحسب، لكنني سأذهب أيضاً إلى جيشكم للقيام بالتدريب في القوات المسلحة في أفريقيا الوسطى بطريقة رسمية جداً. في قصر بوكاسا السابق بعيداً عن الأنظار، قام فاليري زاخاروف المستشار الغامض ومرتزقته بمهمة مزدوجة لتأمين سلطة الرئيس توديرا وحماية المصالح الروسية. كان هناك عقد موقع بين وزارة الدفاع في جمهورية إفريقيا الوسطى ووزارة الدفاع الروسية. إنهم جنود احتياط، إنها ليست شركة عسكرية خاصة أو كما تقول فاغنر، بل هم جنود احتياط من وزارة الدفاع. هذه ممارسة شائعة. كانت هناك دعوة من رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، وأنا الشخص المدعو لأصبح مستشاره الأمني، ودعا الرئيس روسيا، وروسيا حضرت. لن تطالب روسيا أبداً ممثلي الدول بتقرير عن حقوق الإنسان، بل ستطالب بالولاء ووصول مقاوليها إلى مناجمها. ويعلم الجميع أن مجموعة فاغنر ليست مجرد مرتزقة في خدمة أمن البلد، بل إن فاغنر موجودة أيضاً لضمان أمن أصول السيد بريغوجين على هذه الأراضي. الشيطان على الطلع. حصل إيفغيني بريغوجين من بانغي لشركته لوبايا إنفست في العام 2018 على العديد من تصاريح التشغيل، ولا يهم إذا كانت رواسب الذهب والماس في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، فمرتزقتها الفاغنر موجودون هناك لتأمين الوصول إلى المناجم. يصدر الماس الممول للصراعات بتكتم، فالحاكم المستبد توديرا محمي، وبريغوجين يزداد ثراءً، وبوتين يكتسب مناصب في إفريقيا من دون محفظة فضفاضة. إنها صفقة رابحة. حقيقة الحصول على موطئ قدم في بلد من إفريقيا الوسطى التي هي المنطقة التقليدية للنفوذ الجيوسياسي لفرنسا منذ فترة طويلة جداً، لا يمكننا أن نفشل في النظر إليها على أنها إبهام للوجود الفرنسي في المنطقة أو كتهديد للمصالح الاستراتيجية لفرنسا في المنطقة. في نهاية 2016 انتهت ولاية القوات الفرنسية التي جاءت لوقف الحرب الأهلية فغادروا البلاد. إنها نعمة لزاخاروف وبريغوجين ورجالهما. بالنسبة إلى باريس، أصبح الوجود الروسي مزعجاً. هناك وجود نشط لروسيا مؤخراً له معنى واضح، وهو ضد فرنسا. يعتبر فاغنر مساعداً وليس جيشاً، إنهم مساعدون يعملون تحت سلطة رجل يدعى السيد بريغوجين، وإذا كان يسمعني خارج هذه الغرفة دعه يعرف أننا نعرفه جيداً. إذا كان لدى الخصم نقطة ضعف يجب الاستفادة منها. روسيا لديها هذا الإغراء، هذه الرغبة في الذهاب ورفع علمها في الأماكن التي يمكنها فعل ذلك فيها. في السماء وعلى جدران بانغي يتم التغني بالصداقة الروسية الإفريقية. فاز الكلاشنيكوف بالسلام وفازت موسكو بالقلوب. إنها عملية فعالة للقوة الناعمة. بتمويل من شركة التعدين الروسية لوبايا إنفست، تتغنى المستشفيات وأجهزة الراديو ودور السينما بكرم الأخ الجديد الدب الروسي. هناك خرافة تحكي مغامرات حيوانات السافانا التي ترى محاصيلها نهبت من قبل الضباع الجشعة. والدب الذي جاء من بلد بعيد في الشمال يدعى روسيا، ذهب إلى مكان الحادث لمساعدة صديقه.
لم يستطع أن يتجاهل الأمر لأنهما كانا صديقين إلى فترة طويلة جداً، ويجب أن يساعد أحدهما الآخر. ما يثير الاهتمام في هذا هو أنهم لا يأتون فقط لنهب الموارد الطبيعية، بل وراء ذلك توجد دراما. هناك قصة، وهي قصة الدب الذي سيحرر شعب إفريقيا الوسطى من القمع الاستعماري الفرنسي الجديد، لأن هذه الرواية هي التي يتم وضعها موضع التنفيذ. يجب أن يتم إرساء السلام، وإلا لن يساعده أي شيء، لذا جاءت الحيوانات الحكيمة معاً للتفاوض. يتم الاحتفال بجمال بانغي من قبل زاخاروف والمستشارين الروس. لقد فازوا بالسلام، الشيء الذي فشل فيه الفرنسيون، لكن الطريقة والقواعد لم تكن هي نفسها. لنفترض أن نهاية القصة هي أن نقول إننا يمكن أن نعيش جميعاً معاً في سلام تحت إشراف وعين الدب الخيرية. وفي 29 من يوليو 2018 قتل 3 صحفيين روس، وهم كيريل أتشينكو وألكسندر ستوركييف وأورخان جمال. جاءوا للتحقيق في أنشطة جماعة فاغنر، ويزعم أنهم كانوا ضحايا لقطاع الطرق أو عصابات المتمردين وفقاً للسلطات. هذه نسخة وافق عليها الكرملين. بالنسبة إلي، هؤلاء المرتزقة برئاسة السيد زاخاروف كانوا مسؤولين عن أمن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، وكانوا يخشون أن يتم اكتشاف أنه تحت ستار ضمان حماية الرئيس، أو بالأحرى الدكتاتور. يجري تنفيذ الشؤون المظلمة المتعلقة بالمصالح السياسية والاقتصادية. هذا هو سبب وفاة زملائنا. زملاؤكم على حد علمي جاءوا إلى إفريقيا من دون إخطار السلطات المحلية. لم يدخلوا كصحفيين، إنما كسياح. وفقاً للمعلومات المتاحة حتى الآن، تم تنفيذ الهجوم من قبل بعض المجموعات المحلية. بالنسبة إلى موسكو، وصفت الجريمة البشعة البسيطة المتعلقة بالصحفيين 3 بأنها متهورة، وتثير التحقيقات المستقلة مراقبة ينفذها مهنيون. علقوا الحظر، ففي بانغي نستعرض ونغني بالروسية. بعيداً عن إفريقيا، على سلم الإمبراطورية الروسية، عندما يشرع أردوغان إلى جانب الأذربيجانيين للاستيلاء على كرباخ الأرمنية، هناك قلق في موسكو. سيوقف سيد الشطرنج بوتين التقدم التركي للتوقيع على عودة روسيا إلى القوقاز، وغير مهم إذا كان علينا التضحية بالحلفاء الأرمن. بالطبع كنا ننتظر مساعدة الجميع، وخاصة من البلدان. كنا نعرف أن هناك مصلحة هنا، وخاصة من روسيا، لأن لها تأثيراً على المنطقة وهي الأقرب جغرافياً. لطالما اعتبرنا الروس تاريخياً أصدقاء لنا، لقد جاءوا، لكن جاءوا متأخرين قليلاً. أطلقت أذربيجان عملية القبضة الفولاذية في 27 من سبتمبر 2020، غنية بالنفط ومدعومة من تركيا التي توفر طائرات مقاتلة من دون طيار وتكنولوجيا ومستشارين عسكريين ومرتزقة سوريين. أجبرت القوات الأذربيجانية أرمينيا على الاستسلام بعد 45 يوماً من القتال. الحقيقة هي أن بوتين سمح بحدوث ذلك، بل ويمكننا أن نرى بعض الرضا عن الذات، بل والتحريض. وعندما حان الوقت، عندما حكمت روسيا بأن الدرس كان كافياً وأن جيش أذربيجان اكتسب ما يكفي من الأرض، كانت نهاية المباراة. نهاية درامية للمعسكر الأرمني. في ستيبانكيرت عاصمة جمهورية الجبال، تم دفن موتاه. ما يقرب من 5000 ضحية وشباب مهلك.
بعدما تعلقت جمهورية ناغورني كاراباخ بأذربيجان، أعلن الأرمن استقلالها في عام 1991 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. إنها جمهورية تحلم باكو بإعادة تشكيلها. أراد الأتراك والأذربيجانيون انتصاراً كاملاً وطرد الأرمن من كاراباخ، لكن بوتين حكم المباراة وفرض وقف إطلاق النار ووضع رجاله. ما نراه في نهاية هذه الحرب هو أن روسيا استعادت أخيراً السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على جنوب القوقاز. 2000 جندي روسي وتسعون عربة مدرعة ومئات من المركبات يدخلون كاراباخ، مهمتهم أن يتوسطوا بين الخطين الأرمني والأذربيجاني. وجنود حفظ السلام الذين يعودون لبوتين مهمتهم الاستيلاء على القوقاز الذي ترك عند سقوط الاتحاد السوفيتي. تحط روسيا مرة أخرى في بلد يجلب الأمن والهدوء، وهي ضربة ناجحة إلى حد ما حتى الآن على أرض كاراباخ. وفي ستيبانا كيرت العاصمة الأرمينية لكاراباخ، يرتدي الجنود الذين يقومون بدوريات في المدينة الزي الرسمي، وهو العلم الروسي. إنه احتلال، لكنه أيضاً حماية. العدو اللدود هنا هو الأذربيجاني أو التركي. تبدو رسالة موسكو مطمئنة، السلام حيث يوجد الجنود الروس. تواجه المواقع الأرمنية والأذربيجانية بعضها تحت السيطرة الروسية، قاضي السلام الذي يدافع عن مصالحه الخاصة. ليس من مصلحة فلاديمير بوتين أن يضع أردوغان قدمه في القوقاز. ونشاط الأتراك مع الشعوب الناطقة بالتركية بالقرب من حدودنا وداخل بلدنا يقلقنا كثيراً. جو جليدي في 11 يناير 2021، عند استدعاء إلهام علييف الرئيس الأذربيجاني ونيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرمني إلى الكرملين، وعلى جدول الأعمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وتركيا التي عرضت النصر العسكري على أذربيجان ليست مدعوة. رسالة واضحة إلى أردوغان، القوقاز لا تزال روسية. سيد الساعات في جورجيا وأوكرانيا وسوريا وليبيا وإفريقيا والقوقاز، يؤكد بوتين عودة روسيا إلى الشؤون العالمية. لا أحد يستطيع التنبؤ بالخلل التالي الذي سينزلق فيه الدب بمخلبه. وبما أن بوتين يرد على صحفي، فلن تكون هناك عودة إلى الوراء، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل روسيا. مقارنة بك، نعم، نحن إوز أبيض. سمعناك تؤكد بأن حلف الشمال الأطلسي لن يتطور في الشرق، لكنك لم تفي بوعودك. لماذا تعتبروننا أغبياء وأنتم الأذكياء؟ لماذا تعتقدون أننا عاجزون على تحليل مثل هذه الأشياء البسيطة؟ أيقظت الغطرسة والغرور والازدراء الغربي جرح روسيا النرجسي، وهذا ما قد يشعل حرباً باردة جديدة. في فبراير 2007 في المؤتمر الأمني في ميونخ، أصدر فلاديمير بوتين تحذيراً للغرب، خصوصاً للولايات المتحدة الأمريكية، لكن أعتقد أن كلمته لم تسمع حينها. ربما اعتقد الناس أنه كان في مزاج سيء ولم يعطوا أهمية لهذا البيان الذي بعد 14 عاماً لا يزال أساسياً لفهم منطق الرئيس بوتين. إحياء ذكرى الحرب الوطنية العظمى هو انتصار مقدس، وتم الاحتفال به في بلد موحد. في 9 مايو 2021 في الساحة الحمراء، لا يحتفل بوتين بالسلام بل بالنصر. روسيا تحترم باستمرار القانون الدولي وستدافع بحزم عن مصالحها الوطنية وستضمن أمن شعبها. القوات المسلحة الروسية ورثة جنود النصر هي ضمان موثوق فيه. المجد للشعب المنتصر. أعيادا سعيدة، يوم عيد النصر العظيم، عيدا مجيدا. مرحبا.
يتصرف كقائد فرقة كما كان في طفولته التي غالباً ما تستحضر في السير الذاتية، إذ كان من الضروري أن يقوم بالصعب لتفادي ضربه. وها هو قد نقل هذه الصفات إلى ميدانه السياسي. يخاف الغرب من بوتين وليس من الاقتصاد الروسي الذي لا يضاهي اقتصاد ألمانيا أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لكنهم ما زالوا يخشون فلاديمير بوتين. هذا خطأكم أنتم، أحسنتم. العقوبات الدولية والاقتصاد الهش والأعمال والمجتمع الروسي الذي ربما لم يتخلى عن الديمقراطية لم يستطيعوا إيقاف صعود فلاديمير بوتين. في قلب التايغا عاد دب روسي إلى الرقص، الدب الذي ينبغي عدم إيقاظه أو احتقاره. أعتقد أن الغرب اليوم قبل اتخاذ أي إجراء ينظر وراء الكتف لمعرفة أين هو بوتين وماذا سيفعل وكيف سيكون رد فعله.